فتوح فتوح كلام كتير فتوح عن النادي الاهلي او كمان هو عنده حاجه ابو علي هجيلك فيها هكلمك بس على بوبو يعني قبل فتوح بس طيب. فتوح هيروح الاهلي فتوح مش عايز يجدد عشان يروح الاهلي السنه الجايه فتوح عايز يحترف فتوح مش راضي يمضي لما ياخد مستحقاته حكايه فتوح بقى في نادي الزمالك فتوح رايح فين مكمل ولا ماشي من نادي الزمالك طيب هكلمك عن فتوح بس سريعا هكلمك عن قصه بوبو بالارقام العروض اللي جت لنادي فيوتشر في البدايه نادي فيوتشر منفتح من يعني من بدايه الميركاتو ان هو يبيع محمد رضا بوبو وطلب 40 مليون وبالفعل وصل له عرضين من نادي الاهلي ومن نادي بيراميدز بال 40 مليون لكن نادي بيراميدز رفع عرضه ل 45 مليون انا بكلمك ارقام يا كريم من اهم مصادر التفاوض 40 مليون و 45 مليون بعد ما وصل للعرضين مش هتكلم عن عرض الزمالك لانه كان اقل منهم ماديا بفرق كبير جدا بنتكلم في حوالي 20 25 مليون بعد ما وصل العرضين لنادي فيوتشر نادي فيوتشر رفع السقف ل 2 مليون دولار طبعا انت بتتكلم بالمصري رقم كبير جدا 60 مليون جنيه ده اللي خلى الانديه شويه تقدم رسمي 60 مش يعني ده اللي خلى بس هو الاهلي على فكره ما قدمش 40 دي خالص تقدم اللي انا اعرفه مستحيل الاهلي يجيب لعيب يدفع 40 مليون دي انا متاكد منها وعارف القصه وقفت عند الاهلي في مبلغ ايه بالظبط لان انا بتواصل مع يعني ناس قريبه من اللاعب ماشي ناس قريبه من اللاعب وبتكلم معاهم بصفه يوميه عن قصه بوبو النادي الاهلي بيحب هو اللي مقوي موقف الاهلي ما يعلم من النادي الاهلي بيبقى هو اللي النادي الاهلي عايز يعلنه لا لا مش هو ده اللي على الورق ومش هو ده اللي حقيقي انا بقول لك انا بتواصل اتفضل كمان انا بقول لك ممكن اقول حاجه في القصه دي احنا كلنا صحفيين فاهمين القصه طبعا هو احيانا انت بتبقى واخد المعلومه من مصدر قوي جدا بس هو بيديك المعلومه اللي هو عايز يطلعها هو عنده تفاصيل في الغرف المغلقه هو عايز يحلها فانت معلومتك صحيحه وهو معلومته صحيحه انت معلومتك واخدها من مصدر قوي وهو معلومته واخدها من مصدر قوي التفاصيل بقى اللي في النص دي بيبقى هم اللي معاهم اصل هو برضو ابو علي قال النادي الاهلي مش هيجيب لعيب ب 40 مليون جنيه والاهلي جاب امام عاشور بكام لا ده امام ده لا ما انت برضه مجرد لعيب ما تقوليش ايوه ما لهاش بقى دلوقتي وتقعد تقول اهلي الزراعه لا بس هو إمام هو إمام مش هو مجرد لعيب 40 مليون ده مش رقم في سوق الانتقالات خد بالك معلش انا بتكلم على ايه انه خد بالك دي حاجه من الحاجات اللي بيستند ليها فيوتشر في كلامه على فيوتشر في كلامه او رده على الاهلي طب ما الاهلي جاب امام بمبلغ او يعني زي ما بيقولوا مثلا مش عارف 100 مليون او الكلام ده طب وهل امام بوبو اقل من امام يعني دي بيستند لا وهم وخد بالك انه انا كان معايا كابتن ابو ظبي السقا امبارح وهو الراجل نفسه بيقول لك انه انا بيجي لنا يعني بيجي لنا عروض من الخليج وعروض من اوروبا لبعض اللاعبين فهم معظم الانديه في مصر دلوقتي تحسب لعيبتها بايه بالدولار صحيح بيقول لك والله انا لو بعته مليون دولار فهيجيب لي 30 او 40 مليون جنيه فبيعه هنا في مصر زي بره فهم بقوا يحسبوها كده مش بيحسبوها بس انا معلوماتي في قصه بوبو او اللعيبه دي كلها يعني يمكن كابتن عبد الظاهر حبيبي وراجل قمه في الاحترام ونجم من نجوم الكره المصريه ومدير رياضي بس هو بعيد عن القصه دي القصه كلها مع النائب احمد دياب هو اللي يعني مفهوم كده يعني هو والراجل نفسه امبارح قال انه الاداره هي اللي بتشتغل على القصه دي بس اكيد برضه عنده معلومات يعني الراجل ما يبقاش وسطيهم ومش فاهم انا قصدي بالنسبه انا فاكر لو اتكلم في موضوع لا هو بيتكلم هو دايما بيقول الاداره هي نروح لفتوح سريع بقى. طيب احمد فتوح عقده كريم بينتهي بنهايه الموسم الجاي وفي يناير يمضي لاي فريق هل احمد فتوح هيجدد ولا احمد فتوح خليني اقول لك كده سريعا انا كنت قلت لك في بدايه مفاوضات امام ابو علي ممكن يتضايق من كده كنت قلت لك ان الاهلي توصل لاتفاق مع امام عاشور احمد فتوح كل الاحتمالات وارده يعني ايه كل الاحتمالات وارده اللاعب ممكن ينتقل لاي فريق في الدوري المصري ممكن يطلع بره ممكن يجدد شرط احمد فتوح للتجديد مع الزمالك كريم اللاعب ليه مستحقات كبيره جدا متاخره في الزمالك حتى الان لم يحصل عليها خليني اقول لك في موضوع المستحقات ده اداره نادي الزمالك او كل المنتمين لنادي الزمالك جوه النادي دلوقتي بيقول لك احنا اللعيبه وصلوا ل 50 و60% لعيبه الزمالك ما وصلوش ل 30% و40% من عقوده طيب انا بس واقف على نقطه انا اسف المقاطعه دلوقتي بتقول لي كل الاحتمالات وارده يعني فتوح ممكن يروح الاهلي وارد في مفاوضات دلوقتي حسب برضو معلوماتي مع فتوح من جانب النادي الاهلي يتبناها كابتن احمد حسام ميدو لا لنادي الزمالك وتعرف فتوح مبلغ كبير جدا يعتبر هو الاكبر في فرقه الزمالك دلوقتي او يعتبر في تاريخ الزمالك واتقال لفتوح رسمي الكلام ده على مسؤوليتي يعني ان انت تاخد 100% من عقدك اول سنه كاش يعني انت عارف اللعيب ما بيجي يمضي بياخد 25% 30% اتقال لفتوح هتاخد 100% من عقدك كاش والسنه الثانيه مع بدايه الموسم الجديد تاخد 50% من عقد يعني دلوقتي تقول لي فتوح هياخد اكبر عقد في نادي الزمالك ده التفاوض يعني اللي بيحصل معاه اكبر من عقد من احمد حسام ميدو اكبر من عقد تعزيزه هيبقى اكبر بص طيب. انا عارفه ان فتوح
بداية التفاوض كده عشان يقول لهم بس نبدأ تفاوض مع بعض، ادوني فلوس القديمة. ده اللي أنا عارفه. دي معلومة. ده في كمان حاجة بقى يعني أنا برضو كريم. دايما في حاجات كده كريم ببقى متأكد زي ما أنا متأكد إن إحنا قاعدين مع بعض. فأنا عارف بداية التفاوض عشان فتوح يقعد يتفاوض مع الزمالك على التجديد ياخد فلوسه القديمة. ده ما حصلش لحد ده. فالزمالك موضوع التجديد مع فتوح حتى الآن في هولد كده عليه أو محلك سر. هضيف لك معلومة بقى بمناسبة زيزو وفتوح. الاثنين وبرضه انا متاكد من الكلام بتاعي وعارف يعني مصدري، الاثنين طلبوا من اداره الزمالك لو عايزيننا نكمل ونبقى موجودين في نادي الزمالك لازم يتم تدعيم الفريق السنه الجايه بلعيبه اقوياء جدا عشان اللي حصل الموسم ده ما يتكررش تاني وشكلنا مش وحش قدام جماهيرنا وقدام الناس اللي بتحب نادي الزمالك. وطلبوا فعلا كده عشان يجددوا عشان يكملوا في نادي الزمالك يتم تدعيم الفريق بشكل جيد وبصفقات قويه. طيب. دي من ضمن الشروط برضه. حلو. حد عنده اقوال تاني في قصه فتوح عشان الرحله اللي جايه؟ لا اتفضل.